المتأمل في آيات قرآنية يجد أن الله عز وجل قدم المال على البنين 24 مرة في القرآن، المال والبنون، علما بأن الآن لو سألت أنا أي أب ولا أم أقول لهم من تفضل أكثر، فلوسك ولا عيالك؟ يقول لا والله عيالي. طيب سؤال، ليش إذن الله عز وجل قدم المال على البنين؟ ليش؟ ولذلك تلاحظون أكثر الآباء والرجال ينشغلون في وظيفتهم في أعمالهم ويقصرون في حق أولادهم، وأغلب الأمهات نفس الشيء، تنشغل في التسوق، تنشغل في الوظيفة، وتشوف في السوشيال ميديا، تروح تدخل في المحلات وتشوف الملابس وتشوف الأشياء وتأخذ منها ساعات عشان تتسوق إلكترونيا وتدفع فلوس على حساب تربيتها حق عيالها. بينما لو دينا دققنا نشوف أنه ما قاعد يعطون وقت لاحد عيالهم بحجة المال، فالمال والبنون، ولذلك الله عز وجل قدم المال على البنين، وإحنا لازم نجاهد هذا الشيء فينا.